معنا مشاهدينا الكرام من مدينة غازي عنتاب التركية المحلل السياسي والعسكري السوري أديب العلياوي. مرحبا بك سيد أديب وكل عام وأنتم بخير. بداية، واشنطن تتوعد نظام الأسد بإجراءات صارمة لانتهاك مناطق خفض التصعيد، هل تتوقع تنفيذا واقعيا لهذا التهديد؟ نعم، تحية لكم وتحية للمشاهدين وكل عام وأنتم بألف خير والأمة الإسلامية إن شاء الله بألف خير. سيدي الكريم، حقيقة يعني نحن نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية هددت حقيقة، وتأخر النظام بعد أن كان يحاول الحشد منذ فترة على مناطق جنوب سوريا. لكن دعني أقول أن هناك من تحت الطاولة يعني اتصالات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبين الأردن، وأيضا هناك يعني إسرائيل لها دور في هذه المنطقة. أعتقد أن الأمور حتى الآن لم تتكشف يعني على إن كان على اتفاق أو على عدم الاتفاق حول هذه المنطقة، لكن بدأت تلوح في الأفق الحقيقة خلافات يعني أقول روسية إسرائيلية حتى، وبدأت يعني يكون هناك تواجد روسي إضافة إلى التواجد الإيراني في تلك المنطقة، وبالتالي كان هناك التهديد المباشر والقوي من الولايات المتحدة الأمريكية. أنا لا أعتقد أن الآن النظام قادر على التحرك، ولكن أعتقد أن التحريض الآن هو روسي إيراني، لأن الميليشيات الإيرانية حتى الآن لم تنسحب من هذه المنطقة، حتى الآن متواجدة، بل أصبح في التلول الحمر وفي مدينة البعث وفي بعض الأماكن الأخرى من القنيطرة وجنوب سوريا، أصبح هناك تواجد أكبر وليس أقل، إضافة إلى بعض الميليشيات الفلسطينية المحسوبة على النظام السوري. ولكن الولايات المتحدة اتهمت 5 روس و3 سوريين بانتهاك العقوبات المفروضة على نظام الأسد، كيف انعكست هذه العقوبات على النظام لا سيما مع الدعم الروسي؟ لم أسمع السؤال لو سمحت. قلت لك أمريكا اتهمت 5 روس و3 سوريين بانتهاك العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد. من هذا المنطلق كيف انعكست العقوبات على النظام لا سيما في ظل الدعم الروسي؟ يعني حقيقة هناك انتهاكات، لكن أنا أقول أن يعني الموضوع حتى الآن لم تظهر هذه الانعكاسات. يعني دعنا نذكر الآن الاكتشاف الأخير الذي يعني تم اكتشافه بأن هولندا كانت وشركات عديدة هولندية كانت تقدم السلاح الكيماوي إلى هذا النظام، ومع ذلك يعني لم نلاحظ أي يعني عقوبات إن كان على هولندا ولا على هذه الشركات. إضافة إلى ذلك يعني حتى الكثير من الشركات يعني الأوروبية التي ساندت النظام في العديد من المجالات أيضا لم نجد يعني أي ردود على هذا الموضوع. ولذلك انا اقول ان لم يؤثر حتى الان على النظام، ولكن يعني طالما ان روسيا حتى الان لم يكن هناك اتفاق بينها وبين الولايات المتحده الامريكيه على الملف السوري، روسيا تقوم بتغطيه تامه على النظام السوري حتى هذه اللحظه. بخصوص نفوذ الايراني بشار الاسد، اكد ان لا مانع من اقامه قواعد ايرانيه اخرى وبقاء حزب الله في سوريا، هل نحن أمام بقاء إيراني طويل الأمد في سوريا؟ وكيف تتوقع الرد الغربي؟ بالنسبة للبقاء الإيراني، يعني أنا أعتقد أن إيران تسعى للبقاء في سوريا، تسعى إلى تشييع المنطقة، تسعى إلى وجود قواعد ثابتة لها، لكن أعتقد أن هناك ضغط كبير يعني أمريكي، ضغط كبير إسرائيلي، ضغط كبير حتى انسجام مع 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 يعني مع أوروبا. حتى الآن أوروبا تقول بأنه لا يجوز أن يكون هناك تمدد وتواجد إيراني بهذه الكثافة على الأرض السورية. لذلك أنا أعتقد أن المد الإيراني إذا ما أصبح هناك خطوط مفتوحة بين الولايات المتحدة وروسيا سيبدأ بالانحسار، لأن روسيا لا أعتقد أنها يعني موافقة على التواجد الإيراني، وبدأت تظهر خلافات روسية إيرانية، ولكن حتى الآن لم يحدث الطلاق البائن بين روسيا وبين يعني
الميليشيات الايرانيه المتواجده، لانها لا تزال روسيا تستفيد من وجود الميليشيات الايرانيه في هذه المنطقه. ونلاحظ في الجنوب الان انسجام في مدينه البعث، وفي بعض الاماكن هناك الكثير من المستشارين الايرانيين، اضافه الى كثير من المستشارين الروس في هذه المنطقه، لكل منطقته، ولكن هناك انسجام وتنسيق، والاداره هي بيد الملف هو بيد روسيا حتى الان. من غازي عنتاب تركيا السيد اديب العلياوي المحلل السياسي والعسكري السوري، شكرا لك.